تخلي واحد وصيك؟ ليش تخلي ابنك وصيك؟ أنت كن وصي نفسك. إذا واحد هو قلبه ما يحترق على نفسه، أكو واحد آخر يحترق قلبه عليه؟ أنت أقرب الناس إلى نفسك، أنت ليش ما تعمل؟ أنت اعمل ما تحب أن يعمل بعد موتك. ابن كان يشوق أبوه، يقول له قدم خيرا لآخرتك. الأبو كان يقول أنا موصي، أنا كاتب في الوصية. كان يقول له أنت سوي، كان يقول كاتب. في يوم من الأيام في العهود القديمة، الأزقة القديمة يمكن شايفيها، فيها ظلام وفيها حفر وفيها منخفضات وفيها مياه في الشتاء، ظلام. الابن أعطى المصباح النفطي لابنه، قال له أخذ هذا المفتاح، هذا المصباح أمامي حتى أنا أشوف الطريق. الابن أخذ المصباح وأخذ يمشي خلف أبيه، خلف ما يشوف شيء الأب قدامه. قال له الأب أخذ المصباح أمامي. قال أنت علمتني. قال وكيف؟ قال المصباح الذي خلفك لا ينير لك، المصباح الذي ينير لك هو المصباح الذي أمامك. أخذ المصباح أمامك. واحد يروح في القبر ينتظر أولاده، ينتظر الأوصياء، يسوون الوصية لو ما يسوون الوصية. أنت إذا عمرت دارا تروح للبيت وتوصي أنه تعالوا جيبوا لي فرش، جابوا لك فرش أو ما جابوا لك فرش؟ أنت إذا رحت في ذاك البيت وما جابوا لك فرش، لازم تنام في تلك الليلة وتأكل الحر والبرد. إذا ما جابوا لك في البرد وسائل التكييف، لازم ترجف من الليل للصبح. أنت سوى هذا العمل. الإنسان في قبره وهو محتاج إلى كلمة. في المنام رأى شخص شخصا، قال له كيف حالكم؟ قال هاي حقيقة، نحن أحوج إلى الخيرات من اللقمة التي ترمونها للكلاب أجلكم الله، لأن الكلب إذا ما رميت له لقمة يروح إلى مكان ثاني. ولكن هذا الميت إذا أولاده ما يسووا له خير، إذا أقرباءه ما يسووا له خير، هذا وين يروح؟ إلى أي باب يولي ويتجه؟ واحد يروح هناك منتظر في القبر يعاني الأهوال والمشاكل، أبناء يسووا له أو ما يسووا له، زوجته تسوي له أو ما تسوي له، هو ليش ما يسوي؟ هو خليه يقدم في حياته. هذا مو من العقل واحد يعلق على مجهول، هو خليقدم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. واحد يروح هناك مرتاح، أولاده فعلوا له شيئا أو لم يفعلوا له شيئا. حتى الولد المتدين، لا تقول هذا ابني متدين، من قال لك إنه يبقى متدين؟ إذا الثروة إجت بيده، الأفراد يمتحنون بالثروة، إذا الثروة إجت بيده يعمل ذلك أو لا يعمل؟ يتماهل أو لا يتماهل؟ كثير من الأوصياء يتماهلون في أداء الوصية اليوم وبكرة. ليش واحد هو ما يسوي في حياته؟ فيضمن آخرته ويضمن أن لا يندم في ذلك العالم.